تهين مريه موات تراي قرا حتى تهين مريه موات تراي قرا مرحبا بعيال دلتنا مسرح لقد وديو وحد تهين مرايد مسرح لقد وديو وحد تهين مرايد حتى حتى قرنتي مدنا مقلق وتوتي من ملو يا بين قرطان دل بنا هاي مدح بنان في سنة الأقون سنين دل بنا هاي مدح بنان في سنة الأقون سنين تطي يا ماما كيدستي هدد لسان مشكلات هدد لسان مشكلات حتى قرنتي مدنا مقلق وتوتي من مدى ويا بين قرطان طلبنا هاي مدح بنان في السنة الأقون سنين طلبنا هاي مدح بنان في السنة الأقون سنين بكي يا ماما كيدستي هدد لسان مشكلات هدد لسان مشكلات تتعب كما يدي لين عدوى أمو تسان ضدنا متحابسان إيدك وما كما أرميسان ميدوقي صحافته مسؤولية بس داني إلى شمودنا تقارن وهوي مسؤولية بس داني إلى شمودنا تقارن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديش دي قيمها قدرين تي قاياها مدن ميلك سويد جوجتان وحقصو دواتان برنامج كارون كو ايق دونو وسيركا وسارة ورفافين تاها اي وعقرين تجمورية دا سوماري لان مدن عثمان عبد الله سحردين عداني اي مسؤولين كترسن وسارة ورفافين تاها aya furay toobar ay soo qaban qaabisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ASNDF isla markaasina mashruucaasi ama toobarkaasi uu socon doono muddo 15 isha ah oo ay ka qayb qaadan doonaan saxafiyiin kala duwan oo ka kala yimid xarumaha kala duwan ee institutionada iyo warbaahinta kala duwan ku yaala magaalada Hargeysa hadaba daawadayaal ee telefishin qaranka Soomaaliland wuxuu idin soo gudbinayaa habki iyo hanaanki u dhacay barnaamijkaasi ee daawasho wanaagsan runtii سعادة الوزير يوزير كوفيان كل كان ودارين يهاي أو توبرة دي ورك ودوين يهاي وتي سو مالي لان هرمر بيوكورتي وحي كبحضي حالة دي جدك دقاها إنك صوت رفو بفر بضل يهاي جيران مركا الله عنه وطلق اللي إيسا حافة سو مالي لان ورنتي مدد شاني لباتك سناهي دلك وحب بضل نسوال غبطي إنا إلا جان قادو هرمر كاسي دلك وكتلاب صدي oo barnaamijyada soo dhaartay ay wax badan ka ogaadaan isla markaana ay bulshada u gudbiyaan ee mashruuca SDF ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dalxiisu wadaan waxa uu ku focus gareysan yahay 7 wasaaradood oo ah kuwa bixiya adeegyada bulshada maalgelintaasi waxaa loogu talagalay runtii Soomaaliland in laga kaabo kaabayaasha caafimaadka waxbarashada beeraha si qarankan runtii uu iskula jaanqaado oo ilaa heer tuulo ilaa iyo heer qaran isku soo gaarsiiyo runtii saxaafadda Soomaaliland wax badan bay ku ogsoon tahay wax badan bay baahisaa mashruucaasi meelaha uu ka socdo haddana maadaama uu mashruucu yahay mid xukuumadeed oo ay dowladdu wado waxaa laga maarmaan noqotay oo hay'adaha mashruucan wada ay u arkeen in doorka saxaafadda la siiyo isla markaana saxaafaddu bulshada gaarsiiso mashruuca ay iska kaashanayaan qaranbixiyaasha iyo xukuumadda Soomaaliland runtii daraasadda halkan lagu soo bandhigay waxa ay caddaynaysaa oo muujinaysaa baahida keentay tababarkan oo ah saxaafadda Soomaaliland runtii in aanay inta badan arrimaha bulshada sidii la doonayo uga warabin halkan waxaa lagu soo bandhigay siyaasaddu inay tahay ta ugu badan ee saxaafadda Soomaaliland runtii ay ka hadasho waa loo baahan yahay runtii saxaafadda Soomaaliland inay ka hadasho arrimaha siyaasadda haddana waxaa laga maarmaan ah runtii in arrimaha bulshada ay ka mudan yihiin meelaha qaarkood siyaasadda marka ay noqoto inta badan
مرك يا خلاف السياسي جاي دل كتيرة رنتي إن بلشاد اللوجي هيو دين عفرو مرك تاسمح الدولة ترنتي إن حرارة السياسة أي راتو أنا قال إن الله هاي السياسي أنت أنت بدن دور بديني قال دو ومسؤولية سارة صعوبيته مرك يا كان طروفها السياسي جاي وانت كتير إن أي كاميرا دهو يمكن يكون دهو كتير ديان ويبلشاد توصل دين عكلا يا أخر مرك دلنا كسرة إذا مرك أنا يكبر رنتي رنتي إن أي حروب مركزي إن الله شان قادم إن رنتي إن أريمه بلشد ما دام إنه تد دجالك صو نقض عينه هاي ما دام هو كابياش إنه قالن دار كم بقرأ صحافة السومال إن واحد مدين إله ذي سدى ورمحت هالكن صوتش إي إس دي أبي كدياري هرنا سان كوشة قوام هنا بدل ولا كدياري ما راح أي جالس كتاي صحافة السومال إن بقى كده رنتي صوتش واحد قالت شن يلا ما تكسرني صوص الله إن أي كفاءة ديسته وكفاءة ديسته صوفيين تر ميره أي دبودع صحافة الصومال لأن كجيتشوتو إسلامر كان على شاقاتي صور مرتين. يعني مولانا يال وزيره يمسوين تقارك رنتي صحافة الصومال لأن وحدة أمريكا قبضها باهيها كالدول هذانا وحام مقاطع رنتي إن دين حكومة إلا هذا وجالس كجرو سيدي لسولا شاقال لها صحابة صوت يدو كدو لسلوتي سنة كمود بي أهمها كبير دمنا شهر لنا حكومة يلنا صحافة وحبا ضبيك قبطي وحبا دبا لسول لويسي واتك انت انت عديد يوم رانا لي صحافة يوم رحان شري هيا ده كردونا غرق رنتي اي يرات يدو كدهان بدوني ده اي كي يرات سيدو بربحني كود بي هيا ده صحافة اي صوص عرام ان صحفيين تلحيرو إن صرفين تدي من تعب الدرجاتي، لكن رنتي إما كأنت بدن أي أرداس وجهه سنتي قوة هذا قالها إن صرفين ت الدنيا كلها لبعت بدن كسر قالوا، سو ما لنا وطن هذا وطن مذهب نحن ذا الصحافة يا مذهب نحن ذا طلب رنتي بقول كيف بقول تاعي على ما بشرت تاعي، وحنا شو علش المذهب ناس يمرد سو ما لنا بوا بلا قاضي إن وحيا بها الصحافة سو ما لنا كل عليا إيه قارسين يهير كمان تعلق الله فريا إن horumar ka dalka ay ka shaqeeyaantii balantaas runtii aan aad ugu kalsoonahay xukuumaduna ay ka soo bixi doonto dhinaca kale ee suufinta Soomaaliland looga baahan yahay runtii maadaama oo xukuumaddu dadaalayso maadaama oo baahiyihi saxaafadda haystay in badan ay ka cabnaan wax laga qaadanayo in iyana dhinacooda balto baradan iyo kuwa soo socda ee Ilaahay dhaado ay la jaan qaadaan oo ay ka faa'iideeyaan runtii meenada ay bulshada gacanta ugu hayaan waxaan idinku boorinayaa tababarkani maadaama uu ka duwan tababaradii hore waxa la bixin doonaa abaal marino qofka soo saxufiyeen oo shaqada la siinayo u dhaw yeesho isla markaana uu noqdo ninka ku soo bixi doona sidii tababarkii markii dhaweyd ama abaal marintii aanu qabanay maayaha tifiga qaranka uu guuleystay oo kale in nin walba uu fasho inuu noqon doono runtii tababarkaas ayaa ka soo xubin ku tartami doonaa ee arrimihii bulshada runtii laga hadli doono إن هذا مطعم يعني كل كسر لها. سيدو كلا لما دام هو سيدو ديال شيء جاي حبيس يكون من جاي شعره. دي جامد المشاريع اللي كسر ديال اللي قصوا ورا بدون رنتي. إن أيضاً كوابيان وكليات أنت هم كلا وده باهلة بدوينة هذا تجي سار رنتي. إن هذا يلنا حد جوسي دي سارو عاد وحيا بطل سي مشروع عن مشاريع الدبلية كده اللي جرنتي. لو وصل أي باهلة دي جامد هذا رنتي عاد كسر ورسال. ina taan culayska saartaan isla markaana tababaradan ama tababarka waxa ka faa'iideysan dokumentiyada iyo barnaamijyada ka sameeyaan iyo wararka aad ka sameeyaan hay'adaha warbaahinta runtii aad ka shaqeeyaan aad ka baahisan oo gudgudbisan si bulshadu u ogaato halka aad ugu maqantiin iyo waxa aad u taraysaan aad iyo aad loo maqantii sunniin kala duwan wariyasha iyo suuhinta saxaafadda kala duwan ee joogta dhammaantii baa ku sameeyaan islaamka salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ila hadiyaa maanta ee isku imaadno tabar hawleed kan kala lagu qabanayo oo runtii muhiim u ah ee gudaha saxaafadeena marka koowaad waxa hubaal ah in saxaafadda Soomaaliland ay tahay saxaafad madax bannaan oo marka la eego geeska afrika ama gudaha afrika ka mid ah kaalinta ugu horeeya ee jira waa saxaafad in ay heerka maanta xoriyadda gaadho loo soo maray halkan dheer oo dhiig leh waa xawiya xorriyadda saxaafaddu mid dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland ay diyaar u yihiin inay u dhintaan
سويلانيان حرمة الصحافة حتى بقى الصحافة هي كانت هاجن أي الحكومة بينه وبين مبادن الدنيا يقال عن أفريقيا حتى أن تصاليه كورسو عمتو كما دعي كرتو وطن مبادن ميل ورية وانتو يسوه يستعبو ملحبين دول كيسي حكومة يورو تاكنا بكولادو ملحبين تلك نيو كورتا وانتو قصروا كولادو سورو برغضية ما حال دعي لها حتى ملحبينيش كمال قاعدة أفريقيا اللي تكون دوستاشة الويني لها ورية سحكو تك لها مصيرا من حكم السوق حتى كوي بيو وريه بلحبينها سلاشة ويدي إسر وفر حسن القصري أي كل كسيس كتاين إسر وكل وين أن عيام الله سيطور بي ما دام الله يكسر بلان وقلت له كله سكر على وطن وقلت له بلا أرين تاس واحد كنت السنسة هالكا وقاسي سيني هاي حرقنا بس حفظ الله رسالة واتاس أهل دور من إلو كرعنا واتاس أهل دور إلو خلاها تبطني مرد خارك وصول من قضاء إنا نكسحنا تابرد نوعني وحا سارا مسؤول كسا أما هو يكسا إن هو قادو حن قريو أما هو أخرينيو أما هو كبينيو إن يتهي مسؤول يدعوز سوى تقل ما ويريا إنتا هو ترو قرم أما ديمو تسالحان سيدهورو العقي إذا عيدا مو أجانب أيا كسو تلابي بدوديه لبدا وبينا أنا أمني قبل إتهاي حكومة الوقت الكروان أيسين يسمعوها مهمة مركبه هي أسلوب بمعلومات معاسة دولة سمعياته مركبه هي حوالي ليا لاما أمنية يعيد مرة بالمثل الورك أي جورناليسكا محورية هي وقعي وها أبقارك أوكي ميكرو حكي أمنية وأطلمات وقرنسا هذا مركبه هي رؤية رو أولك اللي أقاله إنه بيدي ده طبعا وها حقول لي إن ما يشتري هذا معناه إنه ما إن صورة أما بروت لو قلا ورياجو أذكى إن ترى الحقيقة دبي وقليل وليو لكن يجي لسه ولا أي هاي إن كنتي أكرق طبعا وأكرق ليا ورياء بيت بالبنية ورياء سوبر يدك ورياء دفع الشرف ولا وعيا مركز وحنقول بعض هالمانتين إن أي نوع مسؤولية قفك السعر ونقل الصحافة يعني صحافة الحرة هاتو ومن واضح الثالية بيحي مولدتو سعر مضاء الموحي سليلة وليين ومن الهل من ديه يشتغل علي إن المهلو المحوها يحيدة ما تهي نفسه ومن واضحين تسعر أو إيه معلوماتك صحافة البيزو أسهلا وهي خبرنا لما انتبعنا كورتنا وسارة الرشيدة ترانكو يدو كتبوليسة المسؤولية السارن المحوها حولها لو إمضي وحا صدوق أهرورة سمالنا وكالي مهين أحسي سيدي وحا أهرورة برنها سلمان كان استحافظه سيدي وشيغي مدينة محمود مدينة سوشا أقولك شان قادر حيث هرمركا إنو أبني وحا لو تهدل كيرا نقول تلابا تلابا سوغادي شان تك سنوات بي طبانكي سنوات بي سورة عافية لمد ما همانتا طبانكي سنوات بي سورة لمد ما لمد ما لمد ما همانتا مركا وحا نقوبا هنهي إن أنا سلطة شانتا يدو أبلينا هذا الشيء تبرع وآه إن قل إن كانوا قالوا سكفلان شتاما أقوسي نبتكيو يو برواقو أي مواطنين في السمال لان وقولوا ولا ذا سيسمن يو سعد هذا ما هو هاي هو صار سريع عن كذي غير كذا هو ما قريب سنة وحال جعل هذا في السنة كمان كيف يريسو إن هذا كان هم بريو بريو وسيب بس مدن عدامي كانت مهمة الروبي الصدي عدالتها وهياش يسال ورفافي تكهو الجريتري اللي انت بدرسته بوصف المنع وقلت يا ربي سيدي ايه فبوص من اليوم هاي رونها ومن مدرس مالا كفر حذي ومن القرن بريدين ومن اي مهمة تهجم وسيرة كليه في المدى كجرة اي كنت يضاق ويخوص ايقان شغالها وسابولة وعدالت اي ايقان شغالها تلك الوالي المدرس الحقوق مواطنين تشقيني أهلاً ما لبتهاي وإن الهلال مشاركو قلما إسلام كانوا لا يلمي لهم كوها زوج شغلتين أمام مكان أما حق خطاً شغلوا هي وحال ما تبرتي عن بيسو جيرية إن أدو بيسان ورح سحطة إقران كان يمدنا فعيا سيدو قلنا أصوبرني بتوحي خطاً أكتان
أضع حسن معلومات صحة تصالحان هذه أركان مسؤول مسؤول ماسك كجنة تصالحان هذه أدو أركان كيسر أنا أقول تصالح أنا قوم أتركان حضي أما شرعي وقفايا وحاميهيمة إن أضع مركة أخرى معلومات كهشان حق وحام الله يأتي السوف ونقرسان تراغلان أما يتبادل دلبي قاسم كوهينا ميال دلتا وقتا حتان كميال حتى ما يأتي حق بروه إنا إلا التابعان وتهذا مركي أنا ورسلي وزير بوحوي أريدها شغط بليه تاسي دلبي معا ملابلون بوحوي شعليه إليك هو قلبية بفل السورة في المبيتي ودلبي بقعي تلاه وقالي لكن مركا قلتان ورم الأولى وأنا عبدو بسر سنين وأطير هذا عمره في هذا الآن حلاي تلفون كم من الخبراء كنت تسمع عليهم وحملك أصل مواردي حبل يا ما هي هيو أما يومين إن أشرعي مرو هو تعب يوفر بيقول بسمه تام عليه ما هائم لعبوني في حافظة لكن بسوكا أما وياه كوقف مواردي كلا حل هايو أما يومين حبل كل يا مواردي كاسي إن أشرعي مرو وحن آذي آذي تماطق إلى مانتي مسلا وصل بجن وحن يشتك مهمك وحن يصل لك أسمعك كنت وزارة ورفع فنتي وحن قليتا أحمد بقر وحن رأي الصلاة ماريا السنة تي بي غانكا أول قرارسان خلق عربي يوفكوس وذيك وزارة يولس على وحن صبحي لبدو ذي وحن صبحي إني رمتي كو ويقاك وبركة نقول بيهي at the same time I lost all that I lost all that طب برحب فرمضان وكالو رنعانتي أنا محمد رضا أي لا سمعت هون أما هانو قطو ويران لبا لبا وحا هاري توابر أو كلا لبا دا توابر نصدون كلا أي هاري إنا يغن الله سعودان توابره كلا وفر بدنو آنو كتلا قلين محمد رضا أي هده هاي ديهين يو قليو إنا الله دينا اجروا وكلو صعفين تلو في دينا أي محمد رضا أي سو سعودان ayaan ku tala jirnaa hadii la ilaaho sanadka cusub ee nagu soo socda 2017ka xafladda inuu maanta joogno ama tababarka inuu maanta joogno ruuhaanti waa mid muhiim ah waa tahay wariye kasto jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgala inuu ogaado hawsha ay qabtaan runtii waxa ay tahay ama ummad ahaan waxaanu sameynaa ومانتا ورباهنتي انه كسا ليسنه هدو برينتك ايهاي اما غرالك اما تيفيق او ايهاي اما او بسادية او ايهاي رونهانتي محو كسا ليسن ايهاي وكجا ليسن ايهاي ومعان كلها او ايهاي وحا هبالا او لهبا وانو باهنين سيرفي اما اس دي افتو سميسا اما سولشا يسميسو انه انو نهاي امد كو بيس كرايسن اما كو وچهن اما كسا ليسن سياسات سيدا ايتاي haday odayga reer ka tahay ya haday hooyadii reer ka tahay ya haday dhalinyaradii tahay ay ahayd inuu ka hadlo waxbarasho ama sports ama wax kale hadii ay tahay shaqaalihii hadii ay tahay baa mushtarki hadii ay tahay culimada diinka ahaydna diinta iyo magarada saafidiyaan waxaanu nahay umad gidigeen waxaanu ka hadalnaa ama aanu ku saleysanahay ama aanu isu gudbinaa ay tahay waxaanu ku raahay siyaasad taasuna ay mid ayaan daraa tahay oo waxa la wixii kale ee umada ahayd in laga wacyi geliyo ama la ifoom gareeyo oo la isla loo sheego ay meeshii ka baxayaan taaliintii baa ka baxaysa halka ay marayno taaliinteenu ay marayso wax soo saarkii baa ka baxaya ومانتا أبارة دلخن هايستا أبارة ولي بسند ولي بسوس عدا يا معاكو را هايستا هداي سحافدو أي تهاي سحافد تييسن وفان سوو حال لغا معاكو را هايستا مين ايو قيب توقو اينا كاد لا يندو أبارة سند ولي بسوس عدا يا إداد كي نهارستو كوا هيا دم يندو حبال لغا قبان لها
هذي بقى مشتر تاعي يا هذي دولة تاعي يا هذي عدو البطة هاي واحد نقول له هاد واحد هو القرب منه أنا معاك ولا هذا مر والبا معاك ولا هذا أنا نقصه نقول وقيم مغن هذي كلون تحسوسان هذي كلون تاعي كما هذا الله يوحى خيرات كبدي إنه كتيرة هذي معدن تاعي كما هذا الله يوحى معاك ولا هذا يقول كوستي سكتيرة هذي تاعي بيرو أي تاعي ورم إسكوف الأنكرنا يعني دول كين وحوي ميرا لما شاء الله كل ده وقت كان حاضر كا ملك استوجي مريد الشمال لنا وحضر كيس أمريكا بيسوق بن معاكم هذا صباح ولما خطرة ده كسر صباح سا يروح كسر صباح يا تاعي مد ميرا والبا اللي هو عيدا لاستعمالين هو دهني كم معاكم هذا قوة بدن أما كحوك بدن خطرة ده سو كوا وين أما معاكم هذا كتر يا بدن وكتر يا بدن معاكم هذا مستقبل كوحياء بها إنه معاكم هذا ما لها كلا إيش صار؟ ومال generations and generations and إلى قرن إلى قرن دولا بيرين يويا إنه عيدو دي أنا محاكور هذاي أنا محاكور هذاي أنا يا دهني وحكلو أيام ده هذا أيتهاي سياسة ده إنه هذي هبين كو فوق النهي يعني وقال لنا واحد كان تا إسقمت وما تدري حد يدي وهالكل يقول مشغول لها وهي أبها كله kaartiga haa wax barashadiisu ku mashquul laha ama wax ciyaaro ku mashquul laha ama maxaan ku dhahdaa wax dhalinyarada dhirigeliyo maalin walba xafiiskaaga waxa kuugu imanaya dhalinyaro kula waxaan doonaynaa xisbiga aanu ka qayb galo ma odayadii baad la hadashaa ma garanaysaa se ku ardaydi warba way fiican tahay waxaad yeeshaa barota iskuulkaaga iyo jaamacadaadii iyo nidaamkaagi class-kee baad tahay markaas ku oranaya intermediate ha هذا intermediate هذا بل secondary باكو هذا وشامات باكو هذا يعني وقت كنا حسا هذا فوت كثير ربا واحد شو يكتب green mist وما حيوحي و society polarized و society كاسن وجد يقول له وده كليه ما شيء وح كتير عن السياسة دون طاي ما فاهم إنسان عدة كم مسؤول كانوا ورياش فرقنا طلعوا هذا ورياش قيم وين أيه كقاطان كهذا سيد لوجه أمد معك ولا هذا يجرته يعني رول كاس هو رول إنه قد يجي نقول هذا محاكور هذا إنه كل هذا خسارنا وامد وريه وقرا ما هي قرقة جمهورية الصومال لأن ورده خطره وجوده وأباهن سيدي وحلوقة قبل لها وسيدي ومدة واحد مهم كوا لقى وضع حل لها أنا وضع كان كي من أمريكا تذكر سياسة كلا وذاك سا generation to generation awogi awogi si kale aya ama senator aha ama waxaan ku raadahay congressman aha ama inta kale qaar baa u go'an baa mushruu qaar baa u go'an churchiska iyo xaga diimaha iyo hawlaha qaar baa civil society ka u go'an oo social wixii umada uu waxaan ku raadahay arimaha bulshada ee gaar ka waxaan ku raadahay ka hadlay publica waxaan ku raadahay ku hadla qaar baa jiray generation sports skacha hal oo aan maxaan ku raadahay waxa jirin marka waxay la tahay SDF to ku baahsan tahay soolka waa barnaamij loo baahan yahay waa barnaamij loo baahan yahay wariye kasta 90kiinaas inaad saga inta kale ee wariye ee dalka joogta aad gaadhsiisan aad tiraahdaan war waxaan u daarinna dhaqaysa maaha waxa siyaasadii ka soo baxaya wax kale maaha waa ana qabiileyana reer hebeliyana ka laan dheereysan iyo wixii lagu jabay lagu baabaayay dalkana ugu hooyay wey ha iyo nin dad gaar ah leh oo xuq iyo waxa uu dadka kale yahay ee uu rabo inuu maxaa ku raadahay awrkiisa oo maxaa ku raadahay uu ku kacsado siyaasadda waxa loo doortay deer reeru ay soo doorteen parliamentarians baa jira baarlamaanku waxa ay inuu daa u doodo kii laga soo doortay boorame islaaxley ceregaabo saaxil waxa loo soo doortay parliamentarian looga dhigay waa inuu reerkaas wixii ka maqan ama dadka deegaankaas wixii ka maqan inuu maxaa ku raadahay dawladda iyo baarlamaanka dhexdiisa uga doodo ka hadlo laakiin haduu sheekhi ku yimaado oo suldaanki ku yimaado oo aqalki ku yimaado oo erakee ardayga ha ku yimaado aan gabadh iyo inan baba ka doonaan ha noqdaan inkastoo ablu ay yar yihiin arimaha marka loo wada hadlo runta maxaa ku raadahay laga wada leeyahay kuwa lagu baahay rag yihiin haday tahay umad wax kale aan ka shaqeynayn waxay leedahay khatar aad iyo aad u farabadan waa tahay inaan dib intaan u fadhisano
maskaxdeena aanu ka shaqaysiino aanu nahno war waxaanu maynaan facayaan mise aynaan fiici maayaan anu waxaan qabaa inaan ka mid ahay kuwa leh sistemka caynkaas iyo nidaamka caynkaasa ee aynu ummadda u hagaynaa mid somalilandan facisa maaha mustaqbalka jiritaanka iyo maxaan ku dhahdaa dhismaha iyo horumarka qaranka laga sugayana khatar ku ah ayaan qabaa. Marka waxaan idin ka mahadnaqayaa, anoo idin ka mahadnaqayaa tababarkan aan ka soo qayb gelisaa idinka iyo madaxda suuljaba. Waxaan marti idinka nahay inaad nin walowba ka fikirto qarankanu inuu yahay iyo gabadh walayba qarankanu inuu yahay qaran dhismaya 25 sannadood jira, aynu la tartamayno 350 sannadood jaraa'idka xalata. waxaanu xaflad weyn loo sameeyey Raage Cabdillaahi Oomar, waad wada garanaysaan oo meel layskala taagan la waayay. Economistku 180 sannadood bay jirtaa buu yiri. Jaraa'id 350 sannadood jira baa jira, maxaa ku raadaya Ingiriiska, shuruuc baa jirta, nidaamyaa jira, jaraa'id weliba waxbuu khays uu maxaa ku raadaya uu ku yahay takhasus. Economist dhaqaaluu bay ka hadashaa inta badan, iyo wax dhaqaalaha iyo adduunyada iyo economiga iyo waxaasay ka hadashaa. Yacni inaynu dib isugu noqono wariyahan iyo kuwa jaraa'id kale iyo TV-yada iyo radio maxaa ku dhahay Hargeysaba, intaynu dib u fadhiisano qof waliba uu dib u fadhiisto dabeedna isagu isla tashado uu yidhaahdo war waxaan umayeenu tahay waxaanu ku socon karno anuu maya baan idin leeyahay. Haddaad si diiba uga fikirto oo aada la kaashato dalkan wuxuu la soo maray iyo halka uu ku socdo, halka aynu maanta taagannahay iyo halka aynu ka socono iyo halkii aynu ka nimay haddaad eegto, waxaa kuu soo baxaysa waxaanu inaan ahayn waxaynu ku sustain garayn karno ama dalkan maxaa ku dhahday ku degi karo horumarna uu ku gaari karo. Marka walaalayaal, rag iyo dumarba iyo gaar ahaan ummadda oo dhanba, waxaan leeyahay waxaynu joognaa 25 sannadood oo qarni ruuc qarnigiisa 25 sannadood meel xun ma joogno. Laakiin waxaa muhiima oo u baahan in wax badan ka bedelo sistemka iyo nidaamka iyo saynu u socono, inaynu kii tababar u baahan iyo kabaasita aanu siino oo wariyuhu ama gabar ha noqdo ama inan ha noqdee uu noqdo mid tayeysan, mid fahansan national security-gu wuxuu yahay, dalkan waxa khatar gelin kara iyo waxa aan gelin karayn, mid aan ku salaasnayn wasiir hebel baad necab tahay ama jeceshahay, wasiir hebelna waad maxaa ku dhahaa waad ammaanaysaa ama qabac buu ku siiyey ama isku reer baad tihiin, ee mid ku salaysan qofku wuxuu dalkan iyo dadkan u qabtay iyo fishinka iyo aragtida iyo qorshaha uu qof waliba dalkan ku hagiyay uu yahay mid ku salaysan. Waayo qalinku dad fara badan ayaa ku akhriyaya waxaad qorayso, mid waalan baa ku jira, midna casaa ku jira, mid aan wax alla wuxuu og yahay fara badan ku jiraba jiro oo aan fahansanayn ba waxaan waxa u qorayo. Kosigu wasisba waxuu waliba leeyihiin wax kasta oo qofku qoro wuxuu leeyahay waxbaa ka dambeeya, ama wanaag buu noqonayaa waxaas mid ku salaysan ama mid dalka khatar ku ah ama shaqsiga aad ku qoraysa khatar ku ah ayuu maxaa ku dhahdaa noqonaya. Inta weyn laga waantoobo oo noqdo ma leeyihiin ha la ilaaliyo ka sida xun u socda ee mas-uulka ah, no. Laakiin waa inuu noqdaa waxaad qoraysaa, waxaad hubisay oo markaad soo baadhay isagii aad u timi ama iyadii aad u timi oo aad leedahay waxaasi waxaasaa jire maxaa ka jira, yacnay noqon waxaad ka soo qorayso aad malaawaaliso oo been ah oo aan waxba ka jirin. Waxaa ciidamada ku maxaa ku dhahday dalkan security-giisa ku xidhan iyo nabadgelyadiisa, dee aanaan ogoleyn baa jiro nabadgelyada qarankan hadduu ciidan yahay iyo hadduu booliis yahay arrimaha qaarkood aanaan ogoleyn in maxaa ku dhahday aad iska qori karto. Waayo khatar ku ah jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland aanaan cidna uga gabanayn, qof alle qofku yahay aan looga gabanayn, markay tahay wax ummadda jamac ahaan iyo dal ahaan khatar ku ah.
waxaanu ku tala jirnaa oo qorshuhu yahay 2017 ka laba arrimood ayaan maxaa kuraada idinla socodsiinaya idinka iyo madaxda soo jeeba kow generally literacy-ka maxaa kuraada ay TV-yada iyo jaraa'idka madaxda ka ah inaanu la socodsiino waxyaabaha sensitive-ka ah ee aan loo baahnayn in la faafiyo kana filayno inaanay warkaasu marka lala wadaago ama lala xidhiidho oo lagu maxaan kuraa qarsado ay u fahmaan mid inuu yahay ku xidhan nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ka mid ah haddii operations ciidamo ay jiraan oo kale iyo waxyaaba caynkaas oo kale ah ninka ku xadgudbana ama maxaa kuraada uu mudsanayo ciqaabteeda hadday tahay mixnada uu ka shaqeeyey isaga laftiisuba laakiin sida adduunyada kale aanu la wadaagno maxaan kuraada aanu ku aamino waxyaabaha qaarkood suuqa ku jira ee nin waliba ama gabar waliba waxay doontaa ay gashanayso aanay ay fahmaan exactly waxa ay tahay dabeedna ay ka waantaabaan iyo waxa ay jira ilaa operationskaas uu dhammaanayo iyo ilaa waqtiga maxaa kuraada la doonaya in la faafiyo taas waa qodob qodobka kale aanu 2017 ku tala jirnaa waxa weeye inaanu samayno commission anshaxa warbaahinta maxaa kuraada ay ku saabsan oo ka kooban maxaa kuraada ay shicib weynaha jamhuuriyadda Soomaaliya dad mudan oo hablay iyo isugu jira iyo rag oo dalkan wax weyn magac weyn ka ah ayaanu doonaynaa inaanu samayno oo noqda meel ka baxsan wixii maxaa kuraada arrimaha dowladda oo wixii dambi qaran ka dhaafsiisan loo soo dacweyn karo oo eegi kara maxaa kuraada ciddii ku xadgudubtay ama qaranka waxaan ujeedaa ama ku xadgudubtay shaqsi ama shaqsiyaad ama waxyaaba noocaasa waxaa la wixii qaranka ku xadgudba xeer ilaalin iyo nidaamkeeday maraysaa laakiin commissionkaas way naga caawinayaan oo way naga eegayaan labada dhinacba inay maxaa kuraada isla eegaan oo maxaa kuraada laisla eego waxaan ku tala jirnaa bilaha ugu horeeya inaanu maxaan kuraada commissionkaas aanu samayno oo u noqdo runtii mid madax bannaan oo qayb ka noqda maxaan ku dhahdaa anshaxmarinta saxaafadda lafteeda dhexdeeda maxaan ku dhahdaa ku saabsan intaas ka bacdi waxaan naga go-aan haddaanu wasaaradda nahay aniga iyo inta kale ila shaqaysaba inaanu suxufiga ama ururada suxufiyiinta iyo mulkiilayaasha saxaafadda ee kala nooca intaba inaanu la shaqaynaa naga go-aan intaba waxaa naga go-aan inaanu tayeyno wixii aanu ka howlgeli karno aanu ka samayno intaba waxaa nala go-aan inaanu noqono dad isku xidhan laakiin mid baan idin sheegaya saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliya waa mid lagu faano maaha mid laga dhaxo waxaa problemska ay leedahay oo dhan waa mid aynu wada sixi karna dhammaanteen laakiin saxaafad madax bannaan oo qarankan iyo dalkan u adeegta inayna haysano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyana way ka go-an tahay xisbiyada way ka go-an tahay waa mid rukunadeenna ugu waaweyn ee dalkan uu ku dhisan yahay ka mid ah inaanu kubcino mooyaane inaanu ama caburino ama ku tacadino mid suurtagelisa maaha weriye kastaa inuu ogaadaanu jecelahay urur walaaba inuu ogaadaanu jecelahay mulkiilo waliba inuu ogaadaanu jecelahay laakiin waxa u baahan in la hago ama la tayeeyo ama la saxo waxaan qaladaan meelaan qalad ku jirin ma jiree de waa mid aynu u wada fadhino idinkana aanu idinka martinahay aad inaad liidka qaadataan ama aad hormood aad ka noqotaan waa mid aanu maxaan ku dhahay idinka fadhino xagga iyagana waa mid aanu diyaar idinka nahay oo ay tahay mid laba aanaan waxba arintaas aan wax madmadowi maxaan ku dhahday aanay nagaga jirin aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan jeclahay inaad barnaamijyadiina mustaqbalka ku kordhisa aad ku kororsataan
inaan siyaasadu ahayn ta qure dalkan ka socota ee arrimo bulsho jiraan ee jiraan horumar qorshooyin horumarood ee jiraan inay waxa soo dhan ay tahay mid aynu qalinkeena iyo microphone-keenaba aynu u qaadano aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi gaarka ah oo aad ka daawanayseen telefishin qaranka Soomaaliland isla markaasina ina suxufiyiintaasi ka kala duwan ee ka kala socday ina warbaahinta kala duwan ee ku yaalla magaalada Hargeysa tababarkaasi muddada uga socon doona hotel xaraf ee magaalada Hargeysa isla markaasina ay ku baran doonaan shuruucda kala duwan ee warbaahinta oo soo qabanqaabiyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SNDF barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule dhinaca farsamada iyo sawirqaadista barnaamijku waa Cawil Cabdi Kaahin habeyntii iyo isku dubaridkii barnaamijka Maxamed Aqle Hadi gudahaan baa hawlwadeenadii telefishin qaranku waxaad kaga tegayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh